نقدم لكم اليوم بعض الأخطاء التي لم يلاحظها أغلب الناس في أفلام شهيرة. فيلم The Empire Strikes Back يعد من أفضل أفلام سلسلة حرب النجوم Star Wars على مر السنين، لكنه لا يخلو من الأخطاء الصغيرة. فعلى سبيل المثال، عندما يفجر لوك سكايوكر أحد آلات الجيش التي تسمى إمبريال والكر خلال الصراع على كوكب هوث عن طريق الصعود تحتها وتدميرها باستخدام مفجر حرارية، فإن العصا المستخدمة في إلقاء الأدلة من قبل طاقم التصوير تكون ظاهرة ومن الممكن رؤيتها بوضوح. فيلم جيسون بورن. فيلم جيسون بورن لم يحظى الفيلم بالنجاح الكبير الذي تمتعت به الثلاثية الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، احتوى الفيلم على عدة أخطاء خلال التصوير، من أهمها أنه عندما كان من المفترض أن جيسون بورن متواجد بلندن، كان من الواضح أنه بمدينة لاس فيغاس، حيث من الممكن رؤية أحد فنادق لاس فيغاس الشهيرة في المشهد. واحتوى مشهد مطاردة السيارات النهائي على بعض الأخطاء أيضا، حيث كانت تختفي الأضرار التي لحقت بسيارة الدوج التي كان يقودها مات دايمون، وتظهر من مشهد لآخر. فيلم Alien Covenant هو الجزء الأخير من سلسلة أفلام Alien الشهيرة، لكنه لاقى الكثير من الانتقادات والشكاوى من قبل المعجبين الذين اعتقدوا أن الفيلم احتوى على أخطاء كثيرة مزعجة، من ضمنها المشهد النهائي الذي يتوجه فيه ديفيد إلى سفينة المستعمرين ويقوم بتخزين الأجنة، لكن ليس من الواضح كم عرف ديفيد بالضبط حجم الحاوية الصحيح اللازمة لتخزين الأجنة، حيث يقوم بوضع الأجنة الفضائية في نفس درجة الأجنة البشرية، ومن ذلك فإن الحجم يكون متناسبا تماما. فيلم أنتمان. أحب الجماهير فيلم أنتمان الذي استطاع الممثل بول رود تمثيل شخصيته بطريقة ممتعة وجيدة، لكن الفيلم رغم نجاحه الكبير لم يخلو من الأخطاء غير المقصودة، مثل مشهد مغامرة بول رود داخل أنابيب المياه التي احتوت على العديد من الكتابات واللحمات بداخلها، لكن الحقيقة هي أن الأنابيب لا تحتوي على كتابات، حواف ولحامات من داخلها، حيث تكون هذه الأشياء موجودة خارج الأنبوب في العادة. فيلم Quantum of Solace. هناك الكثير من الأشياء غير القابلة للتصديق في أفلام جيمس بوند والتي يتقبلها الجمهور بشكل طبيعي من شدة حبهم في الشخصية الشهيرة، لكنهم يلاحظون الأمر عندما تتعلق الأخطاء بشخصيات أخرى، مثل فيلم Quantum of Solace الذي يظهر في خلفية مشهد ميناء هايتي أحد الشخصيات الإضافية العاملة في الميناء تقوم بكنس الهواء بدلا من كنس أرضية الميناء. فيلم Wonder Woman. تمتع فيلم Wonder Woman بنجاح كبير للغاية، لكنه لم يخلو هو الآخر من الأخطاء الصغيرة، من ضمنها مشهد خروج شخصية ستيف تريفور الذي لعب دوره الممثل كريس باين في حوض السباحة، حيث تذهب الكاميرا بعيدا عنه بينما يتم سماع صوت إغلاق سحاب البنطال الخاص به، لكن الحقيقة هي أن السحابات لم تستخدم في السراويل إلا في عشرينيات القرن الماضي التي كانت بعد أحداث هذا الفيلم بسنوات عديدة. فيلم Fast of the Furious 8. من المعروف أن سلسلة أفلام Fast and the Furious تحتوي على أخطاء لا يمكن حصرها، خصوصا الجزء الثامن الذي تمادى في المشاهد غير القابلة للتصديق، مثل مشهد هروبهم من الغواصة البحرية أو مشهد الصاروخ الذي استطاع فان ديزل تجاوزه بسيارته على الرغم من قيادتها على الثلوج، والذي يبدو بالطبع مستحيلا حيث ينطلق أبطأ صاروخ بسرعة مئات الأميال في الساعة، وهذه سرعة ليس من الممكن على سيارة تحقيقها مهما كانت مسرعة. فيلم سبايدرمان هومكومينج. على الرغم من النجاح الشديد لفيلم سبايدرمان الجديد، إلا أنه يحتوي على الكثير من الهفوات والأخطاء، ومن أهمها مشهد العبارة التي تنقسم إلى نصفين لكنها لا تغرق. من الواضح أن ذلك مناف للعقل، لأن من المؤكد أن أي سفينة سوف تمتلئ بالماء في الحال إذا تم انقسامها، بالإضافة إلى ذلك تطفو السفينة بشكل طبيعي على مستوى الماء بعد أن يقوم توني ستارك بلحمها معنا، على الرغم من كمية الماء التي كانت قد دخلت إليها بالفعل والتي من المفترض أن تجعلها ثقيلة للغاية ومنغمسة في المياه. فيلم روكي وان. قدم فيلم روجي وان الذي ينتمي إلى سلسلة أفلام حرب النجوم نظرة جديدة وممتعة عن هذا الكون الشهير، وكانت واحدة من الشخصيات الجديدة التي أحبها الجماهير هي شخصية شيروت إيموي الراهب الأعمى الذي يتمتع بمهارات عالية في القتال، كما هو موضح من خلال قدرته على إيقاف مجموعة من مقاتلي ستورم تروبر بكل سهولة، لكن خلال موقف القتال ذلك يحدث أحد الأخطاء الموجودة بالفيلم، وهو أن شيروت يقوم برمي حفنة من التراب في وجه أحد المقاتلين الذي يبدأ في التصرف وكأنه أصيب بشكل مميت، على الرغم من أن التراب لم يصل إليه في الغالب لأن خوذته من المفترض أن تحميه. فيلم ثور راجناروك.
تلقى الفيلم استقبالا جيدا من الجماهير بالرغم من احتوائه على أخطاء بسيطة بالمقارنة مع بقية أفلام مارفل. ومن هذه الأخطاء المشهد الذي يقوم فيه ثور بإلقاء لوكي على مجموعة من حراس الأعداء، فعند مشاهدة هذا المقطع بعناية يتبين أن أحد الجنود تطاير للخلف مع البقية على الرغم من أن لوكي لم يلمسه. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من مشاهد المعارك التي يتغير فيها عدد الأجساد الملقاة على الأرض باستمرار.